بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم سامبل بروبلم اللي هو 2.14 من كتاب الديناميك الطبع السابع. نبي نشوف نقراه ونشوف أفكاره كيف طريقة حله وشلون بيفيدنا بإذن الله. يقول car A is accelerating in the direction of its motion at the rate of طبعا 1.2 في الكتاب، هذا بالفيت، لكن في الكتاب بالمتريك يونتس. لازم ترجع الكتاب عشان تفهم معي. ثم قال car B is rounding a curve 150 في الكتاب at the constant of speed اللي هو 54 الظاهر، اي 54. determine the velocity and acceleration. طيب لوشو which car B appears to have to an observer in car A، معناته الملاحظة عن طريق A، يعني A هو اللي شاف B، فبالتالي أي V المطلوبة V B dash A. جميل. وقالك إن if car A has reached a speed of 72 في الكتاب، نعم 72. طيب يقول for the positions represented، طبعا هذه هي الصورة، هذا هو A وهذا B. طبعا لازم تعرف شيء مهم، اللي الزاوية 60 هذه شلون جت. في طريقة أسهل، يعني لو بنروح نبحث ذا يمكن تضيع شوي، لكن خلنا نأخذ محاور التانجنت والنورمال هنا، بتفيدني أكثر في إيجاد الستين هذه شلون جت، لأن هذا هو سوليوشن، بس عشان أعلمك شلون جت. لو مدينا التانجنت، طبعا هذا النورمال والتانجنت عمودي عليه، هذا شكلت زاوية 30. لو مدينا بيلتقي هذا زاوية 90 وهذا 30، بيكون هذا إيش؟ 60 أكيد. 60 هذه نقطة التقاء الـ A مع الـ B كسرعات، معناته النقطة هذه المشتركة 60. جميل. لكن في السرعات هذه الزاوية تختلف، ما 30. ليش؟ لأنها تعتمد على مقدار الـ VBA. الـ VBA لها مقدار، فبالتالي لو عرفنا الـ VBA عرفنا الثيتا. لكن الـ 60 شلون درينا عنها؟ نقطة التقاء الـ A مع الـ B السرعات. إن شاء الله أنها تكون واضحة ومفهومة. عرفنا الآن 60، أهم شيء بس أن هي المحك وهي اللي تبني عليها جميع الحلول. خلاص عرفنا الـ VBA، نروح يا طويل العمر للحلول. هذا الحل، هذا الـ A للـ acceleration للـ A، وهذا الـ VA. طبعا قال لي أن الـ VA constant، قصدي الـ V، قصدي عفوا الـ B constant، معناته الـ V constant معناته ما في إلا الـ A normal، أما الـ AT صفر، لأنه قال constant speed B. طبعا هذا القانون المطلوب عندي. نجي الآن، هذا كفيكتور، لكن حنا معطيه كماجنيتود. في حل بسيط خارج عن التعقيد، خارج عن التحليل والقروشة هذه الطويلة، اللي هو كوساين لو. كوساين لو وش يقول؟ يحتاج إلى ضلعين وزاوية محصورة بينهم، وهذا وهذا موجود عندي، هذه الزاويتين وهذه هذه الضلعين وهذه الزاويه المحصوره عندي، فبالتالي بامكاني اوجد ال VBA كماجنيتيود، لان هو يبغاه كماجنيتيود ما يبغاه ككومبوننتس، فبالتالي على طول اوجده في خطوه واحده. وش يقول الكوساين لو؟ يقول ان ضلعها تربيع يساوي الضلع تربيع زائد الضلع هذا تربيع ناقص 2 الاول في الثاني في كوساين الزاويه المحصوره بينهم اللي هو هذا. خذ الجذر يعطيك 18.03، اوجدنا قيمة هذا. الدايركشن بما انه قال B respect to A، معناته الزاوية المحصورة بين هذا والA، لكن لو صار العكس هذا، هذه معلومة يعني حاول ما تنساها. فبالتالي الزاوية المطلوبة عندي الدايركشن هذه نوجدها. شو نوجدها؟ عن طريق الساين لو، اللي هي الضلع على الساين هذا والضلع على الساين الزاوية هذه. حساب مباشر طلع لي 46.1. مثله هذا نسويه مثل ما سوينا في الاكسلريشن، نسوي الاكسلريشن مثل ما سوينا في الفيلوسيتي عفوا، يعني نفس اللي طبقناه هنا نروح نطبقه في الاكسلريشن. هذا هو قانون كفيكتور، لكن هو يبغى كماجنيتيود. نسوي نفس الطريقه، لكن هنا بس اهم شيء نوجد الاي بي قبل، اللي هو في سكوير اوفر رو، طلع لي 1.5. عندي هذا وعندي هذا،
والزاوية المحصورة بينهم. الثلاثين هذه طبعا تفيدني في عملية التانجنت والنورمال، لو طبقناها بتطلع لي هذه. من هذا الـ A لو لاحظتوا كانت تحت، قالت كذا، هي هذه الثلاثين، حتى لو عكسناها بيطلع هذه الثلاثين أيضا، لأن عملية زد. إذا عملية زد، الزاوية اللي هنا هي نفس الزاوية اللي هنا. طبعا ما يخالف، ما عندك مشاكل. هاي الثلاثين خلاص طبق كوساين لو اللي قبل شيء، طلع لي التسارع. طلع لي التسارع، مش قلنا احنا بي ريسبكت تو اي، معناته الزاوية ما بين اي والاي بي ريسبكت تو اي، هذه بيتا. عن طريق الساين لو طلع لي الناتج هذا. وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.